طيب نبدأ في موضوع جديد، phrase based models. طبعا الموتيفيشن ورا الموضوع انه الورد بيست موديل بتتعامل مع الكلمات انه كوحدات اتوميك، يعني كل كلمة بشكل منفرد، تمام. بينما الفريز بيست موديل بتتعامل مع، يعني بترجم الفريزز as atomic unit، يعني بتتعامل مع العبارات، بترجم عبارات تاخدها، يعني بترجم عبارات وليست كلمات. طبعا الادفانتج من انه انا اتعامل مع الجملة كفريزز انه بحل مشكلة الماني تو ماني ترانسليشن، تمام، وممكن انه انا اعمل هاندل للنون كومبوزيشنال فريزز. الكومبوزيشنال فريزز المفردات المركبة، في منها مفردات انه نانو فريز، وفي منها فيرب فريز، وفي منها بروبوزيشن. يعني على سبيل المثال زي مجلس الشعب، هذه عبارة عن كومبوزيشنال فريزز. النون كومبوزيشنال اللي هي بتكون زي المصطلحات في الغالب يعني، تمام. وممكن انه احنا يكون في عندي شوية كونتكست، لوكال كونتكست في الترانسليشن، تمام. وكل ما كبرت، كل ما زادت البيانات انا عندي، كل ما زاد طول الفريز اللي انا ممكن اتعلمه من البيانات. طبعا هذا الموديل كان لفترة قريبة جدا، هو الستاندرد موديل لجوجل اللي هو لغاية 2017، كان الفريز بيس ماشين ترانسليشن. يعني لغاية 2017 فعلا كانت جوجل تستخدم الفريز بيس ماشين ترانسليشن. خلينا نشوف كيف شكله الفريز بيس ماشين ترانسليشن. انه الفورين انبوت بعمل له سيجمنتيشن على شكل فريزز، على شكل عبارات، بروح بترجم كل عبارة للإنجليزي. يعني كل باخد كل يعني الجملة اللي بالإنجليزي بروح بقطعها لعبارات، وبروح بترجم كل عبارة بدل ما إنه أنا أترجم الكلمات كلمة كلمة، تمام. وممكن أنا أعمل ري أوردر هنا، يعني بصير في أنا عندي توضيح أكثر للري أوردر شو بيعني. يعني على سبيل المثال إنه هات تيجي هنا الأوردر تبعها، وجون بتيجي هنا. إنه أوف كورس جون هاز، لكن بالألمانية بتيجي إنه هات جون. نفس الفكرة، بدل ما يكون في عندي ترانسليشن تيبل، إيش بده يصير اسمه؟ فريز ترانسليشن تيبل، تمام؟ ما استحدثناش إشي جديد. فبالتالي انه هذه العبارة بالألمانية ايش ممكن تكون الترجمة تبعتها؟ لاحظوا انا في عندي probability للفريز ترانسليشن ايش السيمبل تبعها؟ فاي. فاي يعني probability للفريز ترانسليشن. لاحظوا انه الاي فوقيها طاقية يعني فريز، English phrase. هذه E كلمة، تمام، E مع طاقية phrase، تمام. فبالتالي translation of course 0.5 naturally، إنه ترجمة هذه الكلمة إنه 0.3، of course مع كوما 0.15، كوما of course كوما 0.05، تمام. ناخذ مثال حقيقي. ايش يعني مثال حقيقي؟ انه تم احتسابه من اليورو بارل كوربوس لهذه العبارة، تمام. يبقى انا عندي الفاي probability of phrase translation لهذه العبارة بالانجليزي given a foreign phrase. فبالتالي هنا انه هذه العبارة ممكن تيجي تا بروبوزال، هاي القيمة تبعتها، apostrophe s proposal، proposal تبع فلان أو تبع جهة معينة، proposal تبع كذا، a proposal the idea this proposal
بروبوزل الى اخره. لاحظوا انه البروبابيليتي مرتبه انه من الاعلى للاقل. لاحظوا انه هنا في عندي ليكسيكال فاريشنز. ليكسيكال فاريشن معنى الكلام انه انا عندي تنوع في المفردات، ليكسيكون مفردات، ليكسيكال فاريشن تنوع في المفردات، يعني انه انا عندي بروبوزل هذه عباره عن مفرده تختلف تماما عن كلمه suggestion موجودة هيها هنا من ضمن في الفريز تيبل، من ضمن الترجمات المحتملة. هذا أول variation. الفاريشن الثاني morphological variation، تنوع صرفي تصريفي، يعني proposal و proposals، مفرد وجمع، تمام. والفانكشن ووردز، لاحظوا ان احنا لما اخذنا البيسك تبعت اللانجوج، اساسيات اللغه، ايش حكينا اساسيات اللغه؟ انه اللغه هي عباره عن مجموعه من الكلمات يعني الاوبجكتس، تمام، ومجموعه من الاكشنز. الاوبجكتس اللي هي الناون، والاكشن هي الفيربس، وفي انا عندي فانكشن ووردز اللي هي ذا والاوف والى اخره من هذا الكلمه، من هذا الكلمه. ففي انا عندي هنا فعلا انه في الفريزز صار في عندي تنوع، يعني عندي a proposal, the proposal, this proposal، تمام؟ بالإضافة لبعض النويز اللي موجودة، يعني مثلا زي هنا it's a proposal، اوكي، يعني بس هنا it propose مثلا أو شغلة من هذا القبيل، يعني لاحظوا إنه الاحتمال تبعها ضئيل ضئيل جدا يعني، اوكي؟ linguistic phrases، العبارات لغوية، إيش هي العبارات اللغوية؟ تمام؟ إنه في أنا عندي noun phrases زي ما حكينا مجلس الشعب، تمام؟ verb phrase يعني على سبيل المثال إنه ممكن تكون مثلا take care، هذه عبارة عن two verbs مع بعض بيكونوا لي معنى جديد أو عبارة إنه لمعنى جديد. prepositional phrases مثلا زي in spite of على سبيل المثال، هذه عبارة in spite of أنه مستخدمة بشكل كتير كبير، هذه بنسميها linguistic phrases. أما non-linguistic phrases يعني على سبيل المثال أنه space am يعني ممكن تيجي fun with، وهذه عادة أنه بيكون في عندي بعض المصطلحات، يعني مثلا لما أحكي أنه it rains mouse and cats، لا مش cats and dogs، شو بتعني؟ إنها تمطر كلابا وقططا. It rains cats and dogs، إيش يعني؟ تمطر بغزارة، تمام؟ هذا عبارة عن مصطلح، انه تمطر يعني it rains cats and dogs، يعني مستخدم بشكل كتير كبير، ولكن لا نانو فريز ولا فيرب فريز ولا بالضبط، هو عبارة عن مصطلح. a piece of cake مثلا طلع على لساني شعر وانا اقول لكم انه تختار اوكي. طيب التجارب بتقول انه لو انا حصرت الداتا تبعتي بس لللينجويستيك فريزز هذا بيأثر على الكواليتي، معنى ذلك انه النون لينجويستيك فريزز موجوده، تمام، وبتأثر على يعني جوده الترجمه. طيب هذا الكلام كله لغايه الان يعني حلو صح؟ كيف بدنا نعمل موديلنج للفريزز؟ فكيف بدنا نعمل موديلنج للفريزز؟ طبعا انا عندي ال طبعا النويزي شانل موديل، الفكره الاساسيه تبعته انه هذه المعادله مرت علينا قبل هيك، انه انا بدي اوجد البيست ترانسليشن، فبالتالي انه ارج ماكس اي وارج ماكس ارج ماكس اي، البيست انجلش
probability انه E given F هي عبارة عن arg max E probability F given E على ضرب الـ probability تبعت الـ E ضرب على الـ probability تبعت الـ F. تمام؟ هذا التيرم ملوش أي تأثير. فبالتالي إنه بتكون أنا عندي حسب البايس رول إنه هي عبارة عن probability للـ F given E في الـ probability تبعت الـ E اللي هي هذه عبارة عن الـ LM وهذا عبارة عن الـ TM translation model. الفكرة الأساسية تبعتها إنه إجت من الاتصالات الهاتفية. يعني أنا مش هطول كتير في هذا السلايد، بديش أورجع راسكم بهذا المصطلح، بس الفكرة الأساسية كانت إنه أنا في عندي سورس وريسيفر في الاتصالات الهاتفية، إنه أنا ممكن أستقبل الرسالة مشوشة، تمام، حتى الاتصالات اللاسلكية، تمام. فبالتالي أنا عندي سورس مسج اس وبدي استلم الرسالة R من خلال قناة معينة، تمام. فتمثيلها انه احنا لو يعني عملنا يعني انالوجي بين البايس رول والنويزي تشانل موديل، فبالتالي انه احنا بدنا نعمل observation للديستورتد مسج R. ديستورتد مسج R معناها الرسالة المشوشة، تمام. فبالتالي انه هي عباره عن الفورين سترينج اف، تمام. في عندي هنا موديل بيحدد كيف الرساله هذه بيتم تشويشها اللي هو عباره عن ترانسليشن موديل، وفي عندي هنا موديل تاني بيحدد انه الرساله هذه انه قديش البروبابيليتي تبعتها اللي هي عباره عن اللانجويج موديل، تمام. يعني تخيلوا الموضوع انه انا بدي انقل رساله عبر المخشير او عبر اللاسلكي، فبالتالي انا ممكن انه عاده انه هذه في الاتصالات عاده انه انا بستخدم مصطلحات انه انا باكد على الطرف الثاني انه انت استلمت صح ولا لا، انه انت سمعني اه سمعني، والله اعمل 1 2 3 اه استلمت. وهذه وعادة انه في الجيش يعني بتصير زي هيك، انه انا بحكي لي انه الكوماند هذا، انا بعطي لك اوامر عسكرية فبقول لك انه الكوماندز هذه انه كوبيت او روجر، فبالتالي انا استلمت، تمام، انه انا سمعت الرسالة صح. فبالتالي الجهاز الاتصال اللاسلكي والقناة الاتصال اللاسلكي هي بتحدد انه ايش مقدار التشويش على الرسالة، تمام. وإذا كان في بعض التشويش لكن أنا قدرت أعمل ديكود للرسالة، أفهم شو محتوى الرسالة حسب السياق، هذا هو اللانجويج موديل إنه إحنا بدنا نتخيلها زي هيك، تمام. وعندنا الأوريجينال مسج اللي هي أس اللي هي عبارة عن إنجلش ستريك، بس إنه هي مجرد إنه أنالوجي يعني لا أكثر ولا أقل. طيب هذا حكيت هذا الكلام اللي أنا ذكرت لكم إياه الآن إنه هي ومعمول له فورميليشن هذا هنا، فبالتالي انه هي عبارة عن هذا عبارة عن translation model TM وهذا عبارة عن الام. ايوه مكتوب هنا انه translation model هو عبارة عن the probability انه ال foreign word given English word، وهنا the probability تبعت ال English word نفسها انه في ال language model. حقيت هذا الجزء ركزوا معايا الان، حقيت هذا يعني فيش شغلة جديدة لغاية الان. حقيت هذا الجزء احنا ايش بدنا نسوي؟ بدنا نعمل له decomposition. بدل ما يكون ال probability f given e ايش بده يصير؟ بده يصير انا عندي ال probability تبعت phrases بالاضافة ل reordering. فبالتالي بدل ما هو كان b لحال ايش صار؟ صار phi مع d. هاي phi مع دي، هذا probability وهذا probability، حاصل ضرب 2 probability. هيك بدي اطلع للمعادلات ببساطة. فالفاي هي عبارة عن phrase translation probability والدي هي عبارة عن reordering probability، تمام. احنا اتفقنا انه الاي هي عبارة عن English word، اي معطيه هي عبارة عن
English phrase ونفس الشيء بالنسبة للاف foreign word foreign phrase. فبالتالي هنا انه probability انه foreign phrase هذا given English phrase هذا عبارة عن phrase translation probability. وهنا الدي هي عبارة عن reordering probability. ايش الـ reordering probability؟ انه بتحدد مكانها بالنسبة للسورس، بالنسبة للتارجت، بالنسبة للتارجت، تمام؟ فبالتالي انه البوزيشن تبعها انه ستارت ناقص الاند ناقص واحد. طبعا هذا الكلام حيوضح بمثال بسيط جدا. نشوف هنا انه عندي هاي الفورين وهي الانجليش، تمام؟ عندي الفريز واحد، هاي هذا الفريز واحد، او خليني احطها تحت لانه انا مديش انه انتو يعني انه هذا فريز مكون من 3 كلمات، يبقى هذا الاندكس تبع الفريز. هاي الفريز واحد، فريز اثنين، فريز ثلاثة، فريز اربعة، تمام؟ فريز واحد بدي أترجم الكلمات من واحد لثلاثة في الفرن، هاي من واحد لثلاثة، تمام؟ ومن وين بدي أبدأ؟ من البداية. فبالتالي الديستانس زيرو، من صفر بديت. الفريز الثاني هاي شايفينه أمامكم على الشاشة، أي كلمة بده يترجم؟ بده يترجم الكلمة السادسة، هاي هاي اثنين معمولها إنه align كفريز مع ستة، هذا الفريز هي ترجمته هيك، تمام؟ الفريز الثاني ترجمته إنه الكلمة السادسة، تمام؟ فايش بدي أسوي؟ من وين بدي أجيب ترجمته؟ أنا وين موجود؟ موجود هنا. فايش بدي أعمل؟ skip over 4 و5، نط لي زي هيك. فبالتالي ما دام أنا قفزت 4 5 قديش؟ 2. طيب الفريز الثالث إيش بدي أسوي؟ بدي أعمل move back، عفوا move back over من 4 ل 6، مش أنا موجود هنا، هاي المؤشر هنا موجود. إيش بدي أسوي؟ بدي أرجع هنا هنا هنا، يبقى ماينس 3، يرجع لي 3 خطوات لورا. وايش بدي اترجم؟ بدي اترجم الكلمة من 4 ل 5، اللي هي الكلمة الرابعة والكلمة الخامسة، تمام؟ بعدين الفريز الرابع هي، تمام؟ طبعا انا بعد ما ترجمت رجع المؤشر زاح زي هيك، ما دام مشيت عليهم المؤشر هي موجود هنا، تمام؟ المؤشر وين؟ في الفورين. الفريز الرابع بدي اترجم 7، عشان اتحرك ل7 ايش بدي اسوي؟ سكيب اوفر 6 بالضبط، بدي امشي خطوه، تمام؟ فبالتالي هذا هو الري اوردرنج بروبابيلتي، اللي هي عباره عن حساب للديستانس، انه من الستارت ناقص الاند ناقص 1 بهذا الشكل. تمام؟ طيب يبقى الملخص في الموضوع انه في الفريز بيس موديل، بدل ما كان انا عندي الموضوع انه الترانسليشن موديل واللانجوج موديل، ترانسليشن موديل اللانجوج موديل مش هنمسك فيه ولا حاجه. الترانسليشن موديل ايش بدي اسوي؟ بدي افككه واعمل منه تو موديلز، فاي والدي. هجيت الفاي والدي هذا ايش بدنا نسوي فيه؟ بدنا نتعلم، تمام؟ واضح؟ طيب من وين بدي اتعلمه؟ من برا للكوربوس. في عندي 3 مراحل. اول مرحلة word alignment، من وين بنجيبه؟ الباب اللي فات، المحاضرة اللي فاتت،
اللي هي الورد الاين اي بي ام موديل 1. من الورد الاينمنت اللي طلعت معاي ايش بدي اطلع منها؟ بدي اطلع منها فريزز. الفريزز اللي طلعت بدي اعملها سكورنج كمان مره، ثلاث مراحل. اول مرحله بعمل وورد الاينمنت باستخدام اي بي ام 1. المرحلة الثانية الالاينمنتس هدول بدي اطلع منهم فريزز، عندنا حنشوف كيف. المرحلة الثالثة بدي اعمل سكور لهدول الفريزز. نيجي لمرحلة الوورد الاينمنت. هنا عندي انجلش مع جيرمان، تمام، ميشيل مع ميشيل، اسومز مع هدول الثلاث كلمات وهكذا. هاجيت من الالاينمنت هذا ايش بدي اسوي؟ بدي اطلع فريزز. ايش بدي اسوي؟ بدي اطلع فريزز تكون كونسيستنت مع الوورد الاينمنت، تكون متناسقه مع الوورد الاينمنت. ما ينفعش انه الفريزز اللي اطلعها انه يعني انه مثلا انه كلمه هنا، تمام، مع كلمه هنا مثلا على سبيل المثال، انه انه هي ما فيش الاينمنت بيناتهم واقول انه هذه فريز. هاي الفكره في الموضوع ببساطه، تمام. فبالتالي انه انا ممكن ايش اقول؟ انه اقول على سبيل المثال انه اخذ هدول التنتين، assumes that، اعتبرها عباره. ايش بده يقابلها؟ بده يقابلها بالضبط انه بدي اعمل تضليل لهذا الكلام، لهذه المنطقه كلها زي هيك. هذا فريز عملت له اكستراكشن، مش عارف صحيح ولا مش صحيح، بدي اعمل له سكور، تمام. يبقى لما يكون التضليل انا عندي زي هيك، زي ما شفنا هنا، مربع كامل، بلوك كامل ضللته، تمام. ايش الفكره في العباره؟ انه انا بدي اعتبر انه هذه الكلمه وهذه الكلمه بتشكل عباره بالانجليزي، بدي اشوف ايش يقابلها، بروح بضلل المساحه كلها زي هيك. ايش بيقابلها بالالماني؟ بروح ضللت المساحه كلها زي هيك، تمام، لانه ذات هي موجوده، هي الالاينمنت تبعها، تمام. فبروح بضلل هاي المساحه كلها. ايش المقصود هنا في الانكونسيستنت؟ هذه كونسيستنت، هيو بلوك زي هيك كونسيستنت، هذه كونسيستنت، هيو مربع زي هيك كله مضلل، هذه مش consistent، تمام. بنفعش انا يكون في عندي شغله زي هيك. كيف؟ ايش هو؟ انه انا هذه عباره عن اللون الرمادي، انه هو عباره عن تضليل، انه هذا فريز محتمل، انه assumes that، انه هي عباره عن هذه العباره بالالمانيه. كيف؟ أنا بدي أطلع الفريزز المحتملة كلها، تمام؟ وبعدين بدي أعملها سكورينج، واللي ظابطة باخدها واللي مش ظابطة بعملها دروب. ولسه في عنا موضوع تاني، قصة تانية، إنه آخد فريزز قصيرة ولا فريزز أطول الفريز ولا أقصره؟ طب آخد يعني assumes اخذها مع ميشيل ولا اخذها مع ذات احسن؟ هذا برضو يعني قصة تانية لسه حنحكي عنها، تمام؟ واضح؟ ايش مالها؟ كيف لا موجودة هان ولا موجودة؟ صحيح، نعم، انه هي لو محطوطة زي هيك انه بتميل، يعني انه على ما اعتقد انه هي مش كومة. تمام،
طيب هاجيت هذا قصة الكونسيستنت والانكونسيستنت، قصة الكونسيستنت والانكونسيستنت، بس انه عملها فورميليشن. يعني بقول لي انه هنا الفريز بير هذا زوج العبارات هذا، تمام، الانجليش فريز والفورين فريز هذا، تمام، كونسيستنت مع الاينمنت معين ايه. اذا هاي الشرط، اذا كل الكلمات في الفريز هذا اللي هي اف واحد، هيو اف طاقية اللي هو الفريز هذا مكون من عدة كلمات اف واحد اف اثنين اف ثلاثة اف ان، تمام، كان إلها الاينمنت في الاينمنت ايه مع الكلمات اللي في العبارة في الفريز اي اللي هي مكونة من اي واحد اي اثنين اي ثلاثة اي لغاية الآن، والعكس صحيح، تمام. إذا صار بريك لهذا الشرط معنى ذلك إنه الفريز هذا مش كونسيستنت. إيش معنى هذا الكلام؟ لنفترض إنه أنا عندي هنا بمثال مبسط، أنا عندي عبارة مكونة من اف واحد اف اثنين اف ثلاثة، تمام، و align to حسب ال alignment A align to E1 E2. إذا كل كلمة، عفوا هو بيقول في الأف أول، إذا كل كلمة في إلها alignment، كل كلمة في F إلها alignment في E حسب ال alignment A، معناها إنها كل consistent. يعني نفترض إنه F1 وF2 هدول الاثنين align to E1، وهذه aligned to E2، F3 aligned to E2، هذا consistent ولا مش consistent؟ consistent. ليش؟ لأنه كل هدول الكلمات في إلها ما يقابلها aligned ل some word في اللغة الأخرى، والعكس صحيح، تمام. لكن لو إجيت قلت إنه والله إنه الالاينمنت تبعي إنه زي هيك، انه اف واحد مع اي واحد واف ثلاثة مع اي اثنين، وهذه ظلتها هيك معلقة ما لهاش alignment، هذا inconsistent. هاي معنى هذا الكلام ببساطة، انه for all، والعكس صحيح، انه بس عملوا formulation بشكل رياضي. تمام؟ طيب هنا راح طلع الـ smallest phrases، تمام؟ smallest phrases انه هنا على سبيل المثال انه ميشيل مع ميشيل، وهنا assumes، هي اصلا assumes انه الترجمة تبعتها بالالمانية ثلاث كلمات زي هيك، و that، تمام؟ و he وال stay، تمام؟ لانه اصلا انه هذا الفعل تصريفه في المستقبل، فبالتالي انه هذه الكلمة الالمانية انه align to لا 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 two words هنا في الانجليش، تمام. وهنا نفس الشيء بالنسبة لل M اللي هي in the، وهنا house، هذا أصغر phrases. نطلع larger phrases، هنا نفس الشيء، يعني أنا بس مجرد بطلع phrases، يعني هي كلها consistent. هجيت مين أفضل، هذا الفريز ولا هذا الفريز، مين بيحدد السكور؟ عندنا حنشوف كيف بدنا نعمل سكورينج. هنا إيش سويت؟ طولت الفريزز، ايش رحت حطيت؟ اخذت ميشيل، اخذت ميشيل، اخذت كلمه وراها ميشيل اسومز، تمام، وهي الترجمه تبعتها بالالمانيه، تمام. وبعدين اخذت اسومز ذات، هنا طول بدل ما كان كلمه واحده في السلايد السابقه، هنا كلمتين كلمتين، هنا اسومز ذات، تمام. وبعدين هنا اسومز ذات هي، وبعدين هنا ذات هي، وبعدين هنا in the house لحال، وبعدين رحت رجعت من الأول وأخذت ثلاث كلمات، طولت الفريزز أكثر، ميشيل assumes that، وبعدين زودت كلمة رابعة في الفريز اللي هي ميشيل assumes that he، بعدين طولت أكثر الفريز ميشيل assumes that he will stay in the house،
وهكذا. تمام؟ يبقى هنا أنا في عندي أكثر من طريقة إنه أنا أطلع الفريزز. ممكن إنه أنا أجيب السمولست فريزز وبدي أجي أعملها سكور. ممكن إنه مثلا ميشيل أسومز إنه هذا يعني شغلة إنه مش منطقية، تمام، فبالتالي بعملها دروب. مثلا أسومز ذات آه هذه عبارة بتيجي بشكل متكرر مثلا على سبيل المثال. فبالتالي إنه مين اللي بيحدد هذه الشغلة هو موضوع السكورينج للترانسليشن فريزز. طيب كيف بدنا نعمل سكورينج؟ من البارلل. من البارلل يعني كاونت. فايش الفاي البروبابيليتي تبعت الفريز ترانسليشن فورين فريز جيفن انجلش فريز هي عبارة عن الكاونت للانجلش فريز والفورين فريز انه يجوا مع بعض، انه يجي هذا الفريز فعلا ترجمته هذا الفريز على كل الترجمات. بعبارة بسيطة يعني انه على كل الكاونتس اللي هي كل الترجمات الممكن. تمام؟ ممكن نطبق الـ expectation maximization عشان ايش نسوي؟ نعمل phrase translation model والكاونت هذا نعدله كل مرة، يصير له update يصير له update لغاية لما يصير convergence. فبالتالي هنا بروح انه اليونيفورم موديل initialize كلهم زي بعض. تمام؟ بعدين ايش بسوي؟ بروح بطبق الموديل على البيانات انه expectation step انه estimate the likelihood of all possible phrases alignment to all sentence pairs. بعدين الماكسمايزيشن ستيب ايش بدي اسوي؟ من الموديل هذا بدي اروح احسب الكاونت لكل بير. وايش بدي اسويها؟ اضربها بالالاينمنت بروبابيليتي. والالاينمنت بروبابيليتي يفترض انه هي تتغير كل اتريشن لغايه لما تستقر. تمام؟ لكن ممكن انه هذه الميثود يصير فيها اوفر فيت. ايش مفهوم الاوفر فيت؟ بصير بس حافظ عبارات، وهنا حصير حافظ عبارات طويلة. تمام؟ يعني وفي بعض الأحيان ممكن إنه هو يحفظ جمل بالكامل بدل ما هو يحفظ عبارات. فإيش الحل؟ بدنا نتحكم في السايز تبع التيبل. السايز تبع التيبل في شغلتين اللي هو اللينث تبعه بالإضافة ل انه يعني انه بما انه هو كبير جدا يعني كيف بده يعمل فت في الميموري يعني. ففي عندي حل في مرحله التريننج وحل في مرحله الديكودينج. يعني على سبيل المثال انه في الليمت ممكن انه انا اقول والله يعني اطول عباره ممكن تكون 7 كلمات، اكثر من هيك لا. ممكن انه انا اثبتها على 5، ممكن انا اثبتها على 4. تمام؟ وعادة إنه الفريز ترانسليشن تيبل بيكون أكبر بكتير من الكوربوس. فبالتالي إنه يعني هذه مشكلة إنه أنا ما بقدرش أحمله كله في الذاكرة. فبالتالي في التريننج إيش بسوي؟ بعمل له إكستراكت للديسك، في بكتبه على الديسك، بعمل له سورت. تمام؟ وبروح بتعامل مع one source phrase at a time، بحملهم مش كلهم في الذاكرة. فبالتالي هذا بيتطلب ديسك أي أو كبير وهيكون سلو بسبب انه doesn't fit في الموري. اما في الديكود ايش بسوي؟ بيكون في عندي في الديسك data structure لكل الانديسيز وبروح بعمل a quick lookup لفريز معين انه ايش probability تبعته. تمام؟ انه في الديكود، ديكود يعني عند الترجمة ايش بسوي؟ نفس الفكره انه الاستراكشر تبع الموديل يعني انه بيكون انا عندي مع انديسيز. الانديسيز هنا بتسرع اللوك اب يعني زي هاش يعني انه انا يعني بتمكنني انه انا اعمل كويك لوك اب. كيف لوك اب؟ انه انا بحث في يعني بحث سريع في الديتا ستراكشر.
تمام. طيب واضح صار في عندكم يا اما اوفر فيت يا اما اوفر فلو يعني. طيب اوكي خلينا نتوقف هنا.